مساء الخير عليكم اهلا وسهلا ومرحبا لكن كان الصوت يعطيونا شي اشارة لكن كان الصوت يعطيونا شي اشارة مساء الخير مساء النور مساء الانوار لكن كان شي صوت تتمشى اشاره مساء الخير يوم 3 17 اكتوبر 2023 الساعه تشير الى 3 30 33 دقيقه بعد الظهر حسب التوقيت المحلي بالولايات المتحده الامريكيه اللي هي 9:33 دقيقه مساء بالتوقيت المغربي استسمح غادي نهضر شوية لأنني باقي في فترة النقاهة هاد الأسبوع كنت في السبيطار جات عندي لابيلانس هزوني ترانسفيري سبيطار ديال ميريكان ايوا الله يشافي الجميع شكرا لكل من سأل وكل من دعا في هذه الفترة هذه لأن هذه ثاني مرة من اللي رجعت للميريكان هذه ثاني مره كيوقع لي نفس المشكل اللي وقع لي وانا في الحبس ديال عكاشه وهو المستوى ديال البوتاسيوم اللي تهبط لي تيوقع عندي واحد النقص حاد جدا في المستوى ديال البوتاسيوم المساله اللي كتاثر على الفونكسيون ديال القلب ايوا راسنا في سبيطار الغابه دايرين بين والفريم آه في هذا الفيديو هذا بغيت بغيت جاء المتتبعين ديالي بغيتهم ياخذوا فكره علينا حنا البؤساء حنا لي دي بخيش كيفاش كنقراو هاد الاحداث دابا اللي واقع في فلسطين لاننا كنشوفوا عباد الله في القنوات التلفازه كنشوفوا السياسيين ديالنا في المغرب كيفاش تيحلو كنشوفوا في القنوات الدوليه ولكن حتى شي واحد ما تيجي عند البؤساء ولي هنا باش يسولنا وقلنا شنو رايك كيفاش كتقراو الاحداث انا وعد بالله قلت انا كواحد من البؤساء ومن لي دي وافتخر بذلك غادي نحاول في هذا الفيديو هذا انني نعطي وجهه النظر ديال واحد من البؤساء كيفاش تنشوف هذه الاحداث اللي وقع في فلسطين اولا تفاجات بزاف كون امين سعمر اولا تفاجات بزاف من واحد من تجار الدين المعروفين في السوشيال ميديا ملقب المدعو آه فيزازي في الفز آه دار واحد المباشر هذا واحد تلت ايام وهذا الفزازي استفزاني بعدا الناس اللي ما تعرفوش شنو هو الفزازي هذا واحد من المكفراتين الكبار من دوك الارهابي الكبار من الامخاخ المدبره من الناس اللي كانت تغسل الأدمغة ديال السدج شباب السدج كان مكلف هو وحدين اخرين ارهابيين اخرين كانت المهنة ديالو اللي كيتخلص عليها هي غسل الأدمغة ديال الشباب وفي العوض هاد الشباب اللي مشي يقراو ويركزوا مع طالب العلم كانوا تبدل لهم الوجهه يدير لهم غسيل الدماغ تولي الوجهه ديالهم هي الجهاد وقطع الرؤوس والدماء والانتماء في احضان بنو قنبل البوطاغازات فعداد من الشباب اللي غسل لهم هذا المدعو الفيزازي الدماغ ديالهم مشاو لدول اخرى فيها تقنبيل وفيها الحروب ومناطق ديال التوتر ومشاو بدريعه انهم غادي يجاهدوا في سبيل الله وهو كان مع الكار مع راساتو والخلصه كتجيه فاذا به غادي تجي احداث ديال 16 ماي في المغرب وغادي المخزن غادي يدير واحد ال... واحد الحمله شامله غادي يجمع كاع هذوك بنو قنبل كاملين قال لي كل من تشتم فيه رائحة الإرهاب غادي يشدوهم في الحبس كل من اعتقل في ذيك الحملة حسب تصريحات استقيتها من العديد من الناس اللي تعتقلوا بعد الأحداث ديال 16 ماي قيل لي أن الكل بدون استثناء بما فيهم القياديين ديالهم المنظرين ديالهم من امثال الفيزيازي كلهم جلسوا من المخزن على القراءة ولكن جات الاحداث طبعا كانوا مع المعتقلين كانوا ابرياء كان جزء منهم ابرياء فهم مساكن جلسوا على القراءة مع انهم ماشي ارهابيين المهم كل بالاجماع جلسوا على القراءة فجاءت جات الاحداث احداث ديال 16 ماي و... وانا كنت واحد من اعداد من الناس من نقولوا من الفاعلين الحقوقيين اللي تبنينا هذا الملف ديال هاد الناس اللي تعتقلوا في هذه الحمله ديال 16 ماي ودافعنا عليهم بكل استماته في ذاك الوقت ديال 2011 مع زمره من من خيره الفاعلين الحقوقيين المغاربه خارج المغرب فكانت النتيجة هو أنه محمد حفيد عبلة اعفى على جزء من هاد المنظرين اللي كانوا تغسلوا الأدمغة غادي الشباب وتسيفتهم يقنبلوا ويقتلوا ويدبحو في عباد الله فواحد من اللي خرج منهم هو هذا المدعو الفيزيازي باش خرج في العواض اللي فضح الممارسات ديال المخزن وديال النظام المغربي اللي مارسها عليه وعلى كاع الناس اللي تشدو معاه في ديك الحمله وعلى راسها التعذيب والجليس على القراعي فآثر انه من بعد الخروج ديالو شكر الملك ديال البلاد وشفناه في التلفزيون هو الرمز ديال الارهاب مكتوب له في جبهته ارهابي شفناه في التلفاز شافوه العالم كامل بانه كيصلي برئيس رئيس الدوله محمد حفيد عبلة المساله اللي ما تفهمتش بزاف ديال الناس وانا على راس هاد الناس هادو اللي ما فهمناش علاقه كيفاش ارهابي كبير ناس ماتوا في دول ديال التوتر بسبابه وبسبب الغسيل الدماغ اللي كان كيدير و النتيجه انه كيصلي برئيس الدوله محمد حفيد عبله فمن موراها كنشوف بان عدد من الناس اللي كانوا تشدوا في 16 ماي خرجوا والا واحد اللي قال وفضح الممارسات ديال النظام واللي قال بان راه فعلا جلسوا على القرعه والاخرين كاملين ما عرفتش انا كنعتبر هذا التواطؤ انا كنت على على القرعه فضحت لهم فضحتهم في العالم باسره وبعسريه لان عامل وحشي بحال هذا ما الواحد يسكت عليه السكوت عنه تواطؤ مع المجرم ولكن هذه ثلاث ايام خرج في واحد المباشر هذا المدعو الفيزازي وبدا يدير فيها هاماطور وسلطاعون وسمعتو شفت الفيديو وسمعتو اللايف ديالو راه مازال كاينه في الصفحه ديالو تيقول فيه بانه انه مع الفلسطينيين وضد المحتل وكذا ولكن تيستعمل عبارات اخرين طبعا اللي يليقون بارهابي من المقام ديالو لان المساله ديال المصطلحات خصنا نردو ليها البال بزاف, بزاف 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 لان المصطلحات اللي كنطقوا بها واللي ينطق بها في وسائل الاعلام هي اللي كترسم الخريطه الادراكيه ديال المتلقي كائنا من كان مهما على أنه ومهما كان من اللي زندي بخيش بحالي انا و... والناس اللي بحالي ديال لي زندى دي الناس اللي البؤساء بحالي إذن اش تيقول في هذا الفيديو هذا المدعو الفيزازي تيقول بانه مع فلسطين وكذا ولكن تقول بان هاد الناس اللي داروا هاد العمل مشكوك فيه تقول لانه كيف يعقل بان المحتل عنده كاميرات وعنده اجهزه استخباراتيه وعنده متعاونين اجهزه استخباراتيه ديال دول عظمى كتعاون معاه وعنده منظومه يعني معلوماتيه جباره وكذا كيفاش ما شافوهم لا كاميرات لا والو واستنتج بالعبقريه ديال الارهابيين استنتج ان هاد الناس اللي داروا العملية في الفلسطينيين اللي داروا هاد العملية في 7 اكتوبر 2023 هو استنتج بالعبقرية ديالو هاد الفيزازي استنتج ان هاد الفلسطينيين كانوا منسقين مع المحتل باش يديروا العملية ديال 7 اكتوبر اولا يجب الاشارة ان العملية دارت 6 اكتوبر بالليل اللي غتصبع عليها 7 اكتوبر وعلاش تختار هذا التاريخ لان نفس تاريخ 6 اكتوبر ديال أه الحرب ديال اكتوبر كانت في 6 اكتوبر اللي داز عليها نصف قرن فهاد 6 اكتوبر ديال 73 كانت دارت اصلا العمليه ديال 6 اكتوبر دارت لانها كانت تزامنت مع 10 رمضان اللي هي الذكرى ديال غزوه بدر ولذلك تم الاختيار ديال 6 اكتوبر 73 فمن بعد 50 عام الفلسطينيين غيختاروا نفس التاريخ 6 اكتوبر بالليل اللي غادا تصبع عليهم 7 اكتوبر باش يديروا هذه العمليه اللي رونت العالم كامل بعسره عمل يعني يفوق كل ما يقدر الواحد يتخيله يعني عملية اللي زعزعت العالم كامل حركت بوارج حربية حبست العالم كامل العالم كامل كان مزومي على العالم كامل كان مزومي على اوكرانيا وكان مزومي على الزنزان ديال الزنزان ديال فاذا به العالم كامل برمته الكره الارضيه كلها الكاميرات ديالها شاعلن على فلسطين المساله اللي ما تعرفهاش هذا الارهابي لانه عنده عقليه ارهابيه عنده عقلية ديال الدم وعقله فيه بخراره ما قاريش مسكين شي حاجة أخرى من غير القتل والذبح وغسل الأدمغة ديال السدج فما عارفش بأن هاد العملية تعملات فيها وحد الحرب معلوماتية اللي كان من خلالها تم قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية ما بين العسكر والضباط والأمنيين ديال المحتل وكذلك تم اختراق الكاميرات اللي كانت على الجدار اللي انهم لاحوا صوارخ وفي نفس الوقت كانوا تمت العمليه ديال البلوكاج ديال الكاميرات ودخلوا بسلام وداروا العمليه اللي دارت اللي باقي التداعيات ديالها بقى الى يوم الناس هذا ولكن الى رجعنا وشفنا مثلا غادي اي من باب يعني كنشوفوا مثلا هنا من بعد من بعد كنشوفوا هنا من بعد من بعد البدء ديال الحرب ديال اوكرانيا ف الحرب ديال روسيا ضد اوكرانيا او الاجتياح ديال روسيا للاراضي الاوكرانيه اللي كان في 21 فبراير 20 فبراير بالليل غتصبع عليها 21 فبراير وحنا يلاه قبيله هضرنا على على الحراك ديال 20 فبراير اللي كان 2011 ف روسيا اجتاحت الاراضي الاوكرانيه في 20 فبراير 2022 اللي غيصبح الليله اللي غيصبح فيها 21 دونك غادي تدخل بخموت وكذا وغينوض الريغاطا وكذا فهنا انا قراءة ديالي كواحد من البؤساء تنشوف بان السلطة الفلسطينية في غزة التقفات هاد اللحظة التاريخية اللي ما كتعاودش وكنظن بانها حنا كنشوفو هنا في شوتنبير 2022 غادي أه هنيه اسماعيل هنيه غادي يزور غادي يزور موسكو هو وواحد الوفد فكما كيبان هنا في التاريخ يعني 14 شتنبر 2022 يعني من بعد واحد سبع شهور غادي رئيس السلطه في غزه غادي يمشي غادي يمشي لموسكو غادي يمشي معه وفد ف انا اللي فهمت كواحد من البؤساء المتتبعين لهذا الشيء ففهمت بانه انا بحكم انني عاوتاني قريت قريت في موسكو تنعرف بان رواسة من اخطر اجناس الارض في, في يعني هم الاولين في الهاكرز الهاكرز ديال العالم الواعرين كاع بزاف كاين في موسكو فكنظن هذه كانت واحده من الزيارات ربما ربما كنقول اللي نسقت فيها السلطه الفلسطينيه في غزه مع ذاك الوفد نسقوا ربما مع امنيين في موسكو من اجل لان المصالح عندهم مشتركه لان الغرب دير لروسيا دير عليها واحد الضغط كبير على روسيا وكيدعم اوكرانيا ضد روسيا ودايرين عليه واحد الضغط كبير ف من, من مصلحه روسيا ان باش تنفذ شويه من مصلحتها ان من مصلحه روسيا ان ينوض آه توقع شي احداث في المنطقه ديال الشرق الاوسط لانها منطقه حساسه بزاف فما كانش غير هذه الزياره لحقاش اسماعيل هنيه دار عدد من الزيارات في نفس العام ديال 2022 منذ بداية اجتياح اه ديال روسيا على أوكرانيا إلى يوم الناس هذا كان دار مجموعة من الزيارات كانت على رأسها موسكو وكان مشى لبنان وحنا تنعرفوا بأن شكون اللي كاين تما في لبنان وكان دار زيارات متكررة لإيران وكان اللي اه لاحظت أنا بأنه كان زيارة للمغرب اه بدعوى من حزب العداله والتنميه. السلطه الفلسطينيه في المغرب كتعرف بان المغرب من اكبر المطبعين مع المحتل. ولذلك فاكيد ان الذكاء ديال السلطه الفلسطينيه في غزه اكيد انهم طمانوا الجهه المغربيه اللي هما مقتنعين بانهم برقاقة وهذاك الشيء تاريخي عندنا حنا الدم منذ عهد حسن ولد عبله اللي كان كيدير كي الات ديال التصنت على المؤتمرات ديال الدول اللي كتجمع ديال المنطقه ديال الشرق الاوسط وشمال افريقيا اللي كانوا كيتجمعوا في مؤتمرات عندنا في المغرب كان كيدير لهم الات ديال التصنت وكان كيتعامل كي مع المصاد ديال دوله المحتل ولد المصاد ديال المحتل لان الدوله اللي كاينه تما هي فلسطين اللي كان محتل اللي جا في 1948 وبغى يحتل ديك الارض إذن فرجوعا فالزياره اللي كان دارها أه اسماعيل هنيه للرباط اولى للاردن فكانت من اجل طمانه هذه الشكامه هاد الانظمه اللي كتشكم فكان من اجل طمانتها هكا تنقران هاد الزيارات هذه خصوصا ان خصوصا حنا في المغرب يعني مشينا بعيد في الشيء ديال التطبيع حنا حنا كل شيء عندنا الاستثناء فيه حتى هذا الشيء ديال ديال التطبيع مشينا فيه بعيد بزاف ولكن المهم هاد هاد الجرثومه هذا المدعو الفيزازي ما تعرفش هاد الحروب الكترونية ما تعرفش هادشي ديال هو بنو قنبل عنده سيف وقطع الرؤوس والدمايات وداك الشيء ما يعرفش الشي هذا مسكين اذا لاحظت ان انا واحد من اللي زندي اللي, اللي رصدت واحد صمت غريب عند تجار الدين في المغرب تجار الدين في المغرب مباشرة بعد الأحداث بقى واحد الصمت غريب ثلاثة أيام كاين حتى حاجة نفس الصمت اللي وقع في الزلزال ديال المغرب يعني تقلبت فاعل لها وقع الصمت كان وقع واحد الصمت غريب بقى واحد الصمت لأيام هما عيتي عيتي يشوفوا بقات أيام حتى تقريبا على ما أعتقد الخميس غادي يخرج من كيران غادي يدير واحد الفيديو على المباشر وبلا حشمة بلا حياة تي... تيقول كلام ديال ل... 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 شعباوي لان فاش كان الحزب على رأس الحزب ديالهم ديال العدالة والتنمية ديال هاد المتدينين وتجار الدين فاش كانوا في السلطة لعقدي اللي ل... ل... جوج د المرات من 2011 حتى يعني خمس سنين خمس سنين عشر سنين هما في السلطة كانوا هما اللي بدوا التطبيع اللي ما كانش يقدر يديروا النظام بدون هاد تجار الدين فاستغل تجار الدين باش يدير التطبيع مع المحتل فبلحش ما بالأحياء حياه بخرج وتيندد وكذا وهذه في اطار النفاق اللي معروف على تجار الدين من بعد غادي يخرج امين العام ديال جماعه دي الاحسان حتى هو من كبار تجار الدين بغينا ولا كرهنا اللي ضحكني بزاف في الامين العام ديال جماعه الاحسان دي هو انه خرج بجلابته الفيديو صغير في خمسة دقائق ولكن كله مقطع كله مقطع يعني امين عام ديال جماعة كتقول على راسها بانها اكبر جماعة تنظيم حديد داك التخربيع داك دي الشيء ديال النفيخ وداك الشيء باش يدير فيديو في خمسة دقائق بلا ما يتقطع الفيديو باقي محطوط عندهم في قناة الشاهد في الفيسبوك ديال قناة الشاهد وفي اليوتيوب ديال قناة الشاهد خمسة مينوت ما قدرش يتكلم فيها بدون ما يقطعوه مقطع طق 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 بزاف ديال التقطيعات مقطع واللي تارني في هذا الفيديو بشي ثلاثة الأمور مثلا الأمر الأول هو أنه قال الناس بأن خرجوا خصهم يخرجوا للشوارع ولكن تم رصد الغياب ديالو مراته حضرات المسيرة ديال الرباط ولكن هو ما حضرش علاش كامورونا الناس بالبرد قال الناس هبطوه هو بقى في خيمته في الفيلا اللي اعطاه له التنظيم اذا ما فهمش الناس ما فاهمش. انا فاهم الناس ما فاهمينش علاش الناس ما بانه دارت قبل سنوات مسيرة تضامنية مع فلسطين وكان قدم تصريحات القناة ديال شوف في وهو القيادة يا جماعة الأحسن منع منع عن كل فهو احتفظ حتى في الرحلات ديالهم خارج المغرب تمنعوه من التواصل مع مع الصحافه سكية الباز كتسولني واش عندي اللجوء السياسي انا ما عنديش اللجوء السياسي إذن آه إذن اذا قلنا فهو ممنوع من التواصل مع الصحافه الوطنيه والصحافه الدوليه واللي كذب هذا الكلام هذا عندنا عداد من الصحفيين في المغرب ما غنجمعش زعما كلشي نقول كلشي صفراء ولكن عندنا 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 صحفيين نقيقيين تنتحدى شي واحد فيهم يمشي يدير حوار مع الامين العام ديال جامعه الاحسان غادي يكتشف بانه ممنوع منع يعني كليا من التواصل مع الصحافه يعني ماشي هذاك الشيء ديال ارسل لي الاسئله ولا لا اجي لعندي البلاطو غادي نسولك وجاوبني ماقدرش اذا قال الناس هبطوا المسيره وما هبطش هو هبطات مراته هذه رقم واحد رقم اثنان قال بان هذه العمليه اللي دارتها السلطه الفلسطينيه في غزه ضد المحتل قال بانها جات بفضل الذكر ديال الله وبفضل الدعاء وبفضل الصبر وهنا كيبان ليا السيد مزدوح ولا مضروب بشي ولا طايح من الدروج في ولا بعرفش لان الدعاء والصبر والذكر ديال الله يمكن لكش دير به عمليه اللي دخلت للتاريخ يمكن لكش تصد به المحتل انا كنهضر كابن مقاوم انا ابن مقاوم بالله يرحمه السعلي كان مقاوم قاوم المحتل الفرنسي في المغرب قاوموا بالقرطاس ماشي كان مشى لشي زاويه وبقى يدعي وصبر وبقى يذكر الله بزاف والمحتل خرج لا لان هاد العقيده اللي كيغسلوا بها الادمغه ديال السدج ديال ذكر الله بزاف وصبر صبر او وتبت ثبات وصافي النصر غادي يجي من عند الله زائد انه في الكلمه ديالو الامين العام ديال جماعه احسان محمد عبادي تكلم على الكرامات والمعجزات كرامات والمعجزات كيعاود هذه المساله ديال الكرامات والمعجزات باش كيدخل الخريطه الادراكيه ديال الاتباع ديالو صحه تدخل لهم الصحه هبه تبقى يدفع لهم ان التغيير ما كيجي الا بالكرامات والمعجزات كينسى بان زمن الكرامات والمعجزات ولا الى غير رجع. الله سبحانه وتعالى المجيء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء سالات المعجزات وسالات الكرامات. منذ مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم كاين غيقفض على ذراعك كاين اعدوا لهم ما كيناش الكرامات والمعجزات. وال لان لكانت الكرامات والمعجزات تكون للرسول صلى الله عليه وسلم احق بها من غيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم فجروا عليه هلو 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 وناسه القرشيين فجروا عليه هو والمؤمنين اللي امنوا به الشعاب مكه ناض واحد قال له ادعوا لنا ربك قال له لا شو ادعوا لنا ربك قال له الناس اللي سبقونا اللي شحال هادي راه كانوا تيتقطعوا يديهم ورجليهم بخلاف وما ما كيرجعوش على الدين ديالهم كيفاش انت بغيتي نقول يا ربي لا صبر اذا ما كاينش شي حاجه سميتها زائد التاريخ تعلمنا بانه ماشي التاريخ التاريخ تعلمنا بانه قفض غادي تاخذ الاستقلال ديالك غادي تمشي لشي زاويه وتبقى تدعي الله وتذكر الله ليل ونهار ودير القيام ليل ونهار وتبقى تعبد 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 تتموت وانت كتعبد ما غاديش تتحرر ما تحررش البلاد كي لا تعرضت للاحتلال لان فاش هجموا عليه فاش جراو عليه اصلا المدينه وقال صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحابو سيروا ليتريب وتبعوهم تاليتريب واجوا عليهم القبائل ومشاو وداروا له تما معركه الاحزاب ديال الخندق راه ماشي جلس في يتريب وبقى تيدعي لا خرج هو والمسيحيين واليهود ديال يتريب والكفار ديال يتريب والمنافقين ديال يتريب وخرجوا تيتحاربوا في معركه الخندق مع الناس اللي جاو غادي يهجموا لهم على يتريب حماوا الارض ديال يتريب علاش تنقول هذا الكلام لان تجار الدين تيرسخوا الاتباع ديالهم هاد السياسه ديال حتى ان الله سبحانه وتعالى الله اللي خلقنا كاملين خلق هاد المتدينين وخلق هاد التعاليب العجوزه وخلقهم كاملين حنا خلقنا كاملين الله سبحانه وتعالى تيقول لنا ان الله يامر بالعدل والاحسان بالعدل والاحسان العدل هو الاول ولكن تشاء الاقدار ان هاد التجار الدين تيقلبوا الايه هما تيفهموا اكثر من سيدي ربي هاد المتدينين التعالي بالعجوزه مطورين بزاف حتى فات الذكاء ديالهم بزاف ولاو تيفهموا اكثر من الخالق سبحانه وتعالى تقولوا لإحسان عدل العدل يعني سيروا تكمشوا ذكروا الله كثيرا وصليوا كثيرا وتكمشوا كثيرا وصبروا البر ضروري والثبات الثبات والنبات ناضي كناضي ما تحركش تحرك استمر تما وما تحركش المساله اللي كتحط واحد العلامه ديال الاستفهام هاد المتدينين نصف قرن دابا او ما يزيد على نصف قرن شنو هي النتيجه النتيجه لا شيء النتيجه لا شيء صفر 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 على صفر 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 على على 20 النتيجه صفر اذا غادي نفوتوا هاد هاد المصريه هادو هاد الشركات ديال الشركات ديال ديال تديون اللي كي كيتاجروا بالمستقبل ديال الشباب وكيغسلوا لهم الادمغه باش يعمروا راسهم بالقنبول وكذا وغادي نمشيو الجمعة دارت نفس الجامعة دارت وقفات ديال وقفات ديال الجمعه جمعه الغضب وقفات مسجديه تضامنا مع فلسطين هذه اللي فاتت ولكن مزيان اننا ندير واحد الاطلاله على هذه الوقفات شنو وقع فيها شوف شنو وقع فيها كنت كان عندي هنا واحد الفيديو مهم بزاف ديال ديال الوقفات ما عليناش المهم خلاصة القول الوقفات المسجدية ترفعت فيها شعار هاد الشعار شنا هو على طول خريطة المغرب يكفينا 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 من الحروب أمريكا أمريكا عدوة الشعوب واو اوكي امريكا عدوة الشعوب اوكي والنظام المغربي واش عدو للشعوب ولا لا واش هذاك اللي كيدير النظام الم... انت في المغرب اش داك انت في المغرب هضر لينا على المغرب الميريكان عندهم ماليه تيهضروا عليها نعطي مثال ديال موالين الميريكان اللي تيهضروا على امريكا حيت الميريكان عندهم ماليه تيهضروا عليها غادي نبارطاجي معكم واحد الامريكي من قلب امريكا تيهضر على هذا الشيء اللي واقع في فلسطين ها هو بارطاجي معكم As Jewish New Yorkers, we are here to say not in our names. In an open air prison where 2.2 million people Live, almost half of whom are children. They are now without food and water and electricity and fuel, and they are being bombed. They are being rained down on with white phosphorus. They are trapped. This is genocide. That's right. That's right. That's right. That's right. This is genocide. That's right. That's right. That's right. That's right. As Jewish New Yorkers, we are here to say not in our names. <speaks> <throat> هذا <applause> 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 واحد من المواطنين الامريكيين في قلب نيويورك تندد بهذا الشيء اللي وقع في فلسطين يقول انه الديانه ديالو يهودي هو يهودي الديانه ديالو يهوديه بين قوسين انا عندي عدد من الصديقات يهوديات مغربيات <applause> صديقات يهوديات روسيات كتربطني بهم علاقة طيبة جدا جدا لعقود لعقود دابا كتربطني بهم علاقات طيبة جدا جدا مع الروعة بما كان ولكن الصديقات ديالي كلهم ضد هاد الشيء ديال كون ان دولة تكون مبنية على الدين دوله تيوقراطيه هما ضد تقول لك انا روسيه انا روسيه عايشه في روسيا بخير انا مغربيه انا مغربيه عايشه في المغرب المغربيات اليهوديات اللي كنعرف عايشين في اوروبا ولكن تضرب منهم صداقه تقول لك انا ما عندي من ندير فلسطين ديال ماليها اذا الى رجعنا الواحد الى رجعنا الواحد ال... من من العمالقه ديال من العمالقه ديال المفكرين اللي فيهم الدم ديال المغرب وخا هو مصري هو هذا سي عبد الوهاب المسيري الدكتور سي عبد الوهاب المسيري الله يرحمه ويسع عليه اللي دار موسوعه من ثمانية ديال المجلدات تيتكلم فيها تي تفرتت تي تي فيها اليهود واليهوديه والصهيونيه ف هات من يد المجلدات دوز فيهم 26 عام من عمره باش يدير هاد الموسوعه العملاقه جدا على اليهود واليهوديه والصهيونيه ف آه الدكتور عبد الله المسيري الله يرحمه ويسع عليه تيقول في احد الحوارات ديالو بان تسع سنوات الاولى كان عايش هو ومراته بهذاك الشيء اللي داخرو اللي اللي خزنو اللي كان تيجمع منه فاش كان خدام هنا في امريكا لان التخصص ديالو كان الادب الانجليزي وحوار بسيط ما بينه وبين واحد الانسانه اللي كان الدين ديالها هو اليهوديه غيرت له حياته كامله وقرر انه يدير موسوعه على هاد على اليهود واليهوديه والصهيونيه في جمع شي شي بركه هنا في ميريكان وكان خدم عاوتاني في السعوديه جمع شي باركة هادوك البركات اللي جمع فيهم هما اللي بقى يصير منهم القفه لمده 9 سنين وسالت له الفلوس وعي صحابو اللي كانوا تيصيروا عليه تيقولها هو في احد الحوارات المتلفزه مع احمد منصور في الجزيره تيقول بان غير صحابو اللي كانوا تيصيروا عليه 17 عام اخرى المجموع 26 عام سهر اي باش يدير لنا هذه الموسوعه من ثماني مجلدات اللي تيقول فيها بان اليهود بحالهم بحال المسيحيين بحالهم بحال المسلمين لكن كنا حنا المسلمين عندنا بنو قنبل بحال الجزائري وعندنا الدباحه وعندنا الارهابيين وعندنا بحال العمري وعدنا بحال كمالي دابا اللي سرقوا لساناتهم عندنا بحال الامين العام ديال جماعه الاحسان وعدنا بحال العدل والاحسان اللي الاحسان عدل العدل عندهم مقلوب قالب الايه القرانيه مقلوبه العدل هو اللي تيوصلك للاحسان العدل هو اللي كيخلي المسلمين في امريكا يمارسو طقوس ديالهم والعبادات ديالهم بكل حريه العدل هو اللي توفر لهم الاحسان إذا ما كانش العدل ما يمكنلكش دير الاحسان الريقاطة نايده الناس كتحرر القدس ديالهم باغا تحرر القدس ديالهم هادو المؤمنين تجار الدين تعالي بالعجوزه ديال المغرب ما مستطعنش يحرروا حتى المساجد ديالهم المساجد عندنا في المغرب تتأذن دخل صلي خرج تسد حل دخل ما قادرينش يحروا حتى المساجد ما قادرينش يبدعوا لإبداع الإبداع ما كاينش خارجين باش يقولوا لنا يكفينا يكفي قالوها الجمعة في المساجد وكاينة قناة الشهيد إلا ما حيدوهاش من الفيديو ولكن راه تاع عندي يعني ما بقاش الوقت غادي نتعطل باش نلقاها وقالوها في المسيرة المسيرة قالوا كفينا يكفينا يكفينا من الحروب أمريكا أمريكا عدوة الشعوب الموقع الإماراتي اللي هو هيسبريس دوت كوم الموقع الإماراتي في التغطية ديالو المسيرة اللي دارت في الرباط أول ما تبداها باش باش تشوفوا هاد الناس هادو كيفاش مزيان تعرفوا هاد الناس هادو كيفاش كيف كيف تيفكرو كيفاش تي غادي نشوفو دابا تغطية ديال هاد الموقع الاماراتي هسبريس تغطية ديالو على المسيره ديال الرباط امريكا امريكا عدوات الشعب تغطية ديال الموقع ديال هيسبريس تبدا بالشعار ديال امريكا امريكا يكفينا 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 من الحروب امريكا امريكا عدوة الشعوب هاد الناس في المغرب علاش كيهزوا الشعار ديال امريكا علاش بغيت انا يعني نعرف بريطانيا دات جوج ديال البواريج بحريه داتهم حتى هي المنطقه ديال اللي اشتعل فيها دابا الصراع المانيا دخلت على الخط اسبانيا دخلت على الخط ما, ما فهمتش علاش ميريكان واش انت تهمك الامريكي ولا تهمك النظام انت ما عارفش انا غنوريك حيت انت ما عارفش انا غنوريك ها النظام اللي خصك تهضر عليه العوض اللي تهضر على الامريكان انا نوريك علاش تتهضر ها اللي خصك تهدر عليه. آه، ها اللي خصك تهدر عليها بوقع لها ها انتو اسرائيل توقع عقدا لبناء سفارتها في المغرب تفاجات هذه كما من بعد الاحداث ديال ديال 7 اكتوبر 2023 احد الصحفيين المغاربه احد الصحفيين المغاربه اللي هو الاستاذ حميد المهداوي جاب واحد الضيفة ديالو اللي كانت سكرتيرة ديال القائم بالاعمال في المكتب الاتصال ديال المحتل في الرباط وقالت فيما قالت قالت بانه بانه هذاك السيد عي راه تعجبو البنات وراه عتي خرباق وما هدار يهضر وراه ما كان لا سفاره لا والو عجبدها من وكذا أنا بقيت كنشوف كيف جابها من راسه دابا وسائل الاعلام وهذه الخبارات كامله يعني كذوب دابا يقولوا المراه ولا غنتيقو وسائل الاعلام غنبداو بقناه الحره تقول اسرائيل توقع عقد لبناء سفارتها هاد تنشرت في 3 غشت 2022 هادي عام ها هو وزير العدل المغربي اوكي مع هذا ممتل ديال الاحتلال اوكي وقع السفير السنيتو ديال المحتل في المغرب ديفيد جوفرين الثلاثاء عقد بناء مقر السفاره الدائمه في المغرب وكتب غوفرين على تويتر يسعدني جدا ان اطلعكم على هذه الصوره التي تشهد على احدى اللحظات التاريخيه التي عشتها مع فريقي عندما توقيع عقد بناء مقر السفاره الدائمه في المغرب واضاف السفير بهذا نبدا ان شاء الله عهدا جديدا سنوطد فيه علاقتنا المتميزه مع المغرب والتدوينه ها هي انني سعيد جدا بمشاركتي معكم هذه الصوره التي تشهد احدى اللحظات التاريخيه التي عشتها مع فريق عملي حيث تم التوقيع الامس على عقد بناء مقر السفاره الدائمه في المغرب مع المهندسين وشركه البناء المغربيه وبهذا سنبدا باذن الله عهد جديد نرسخ فيه علاقتنا المتميزه مع المغرب. لكن هذا الشيء وفقا لموقع صحيفه يدعوت احرنوت سيكلف العمل دابا يدعوت احرنوت هي كتكذب قالت بانه سيكلف العمل أربعة ملايين دولار اللي هي 4 ملايير مغربيه وسيتم بناؤه على نفس العقار الذي كان ديال المحتل ووجود فيه قبل التخلي عنه يعني في 2000, عام 2000 عند عندما انهارت العلاقات الدبلوماسيه وفي العام الماضي زار يائير لبيد المغرب كاول وزير خارجي اسرائيلي يزور البلاد منذ عام 2003 وخلال الرحلة فتح مكتب الاتصال في الرباط ووعد إذا المواقع تتقول لنا بأن السيد بأن الناس فتحوا سفارة داروا الحجر الأساس باش غيبنيو سفارة في المغرب هاد المتاسلمين هاد المتدينين هاد الناس اللي خرجوا تيقولوا امريكا امريكا عدوة الشعوب وش امريكا هي اللي دارت الحجر الاساس باش المحتل يبني سفاره في الرباط في السويسي في حي السويسي اش داكم الامريكان هدر على راسك امريكان عندها اللي تيهضروا عليها انا كمواطن امريكي كان هضر هنا الامريكان بطرقي باساليبي انت في المغرب ومغربي اهدر على المغرب اهدر على المغرب إذا كنت امريكي مقيم في المغرب هذيك الساعه على امريكان اهدر على أمريكا يعني ما عندكش ما كاين حتى شي مشكل الى كنت أمريكاني مقيم في المغرب وبغيتي تقول امريكا عدوى الشعوب قولها ولكن انت مغربي ما في المغرب ما بينك وبين أمريكان والو اهدر على بلادك اصاحبي بلادك دارت الحجر الاساس باش تبنى سفاره اول بلد مسلم غادي يبني سفاره مع اذن كينا آه كينا هاد الموقع ديال آه ديال تلكل ها هو كما تشوفوا هنايا كما تيبان في الصوره حتى هو حتى هو تيقول بانه رسميا المحتل تعلن بناء سفاره دائمه لها في المغرب كشف موقع واينات ان لجنه المناقصات بوزاره الخارجيه ديالهم ديال المحتل وافقت على انشاء سفاره دائمه بالرباط وذلك بعد ان كانت تمثيل ديالهم للمحتل في المغرب يقتصر على مكتب اتصال في العاصمه الاداريه وحسب نفس المصدر ستبلغ تكلفه انشاء السفاره ديالهم ديال المحتل الدائمه بالرباط 14 مليون شيكل اي قرابه 43 مليون درهم يعني 4 ملايير و300 مليون وتابع الموقع ديالهم انه سيتم بناء السفاره على قطعه ارض مملوكه لهم بشارع بن بركه المتواجد في حي السويسي مضيفا انه وفقا للتقديرات سيتم الانتهاء من البناء في غضون عام الى عام ونصف فقد بدا غشت 22 غيساليو في غشت 23 او زيد عليها كاع 6 شهور اخرى بمعنى تنهضروا على ربما شهر فبراير من السنه المقبله اذا هادو عيتي كذبوا حسب دابا صحفي الاستاذ حميد المهداوي والضيفه ديالو اللي جابها دابا هادوك يكدبوا حتى اوكي غادي نمشي وعاوتاني نشوفوا هاد الكدابه هاد وسائل الاعلام اللي عاد كتكذب على هاد, هاد السيده هذا كذبت عليهم اوكي غادي نشوفوا هاد الموقع هذا هذا روسيا اليوم هذا ديالي هذا هذا ديالي اوكي اجي نشوفوا روسيا اليوم اش تقول هادو الناس اللي تخرجوا في المساجد وتخرجوا في الرباط وتيقولو يكفينا 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 من الحروب امريكا امريكا عدوة الشعوب حيت ما عندهمش الشجاعة وما عندهمش البيسابس وما عندهمش التريسابس وما عندهمش الدور صوات وما عندهمش اللسان مفتول اللي غادي يقولوا لمحمد حفيد عبلة انت هو عدو الشعوب اجي نشوفوا روسيا اليوم اش تقول اه مريض بديت كنسخف معليش ما ماشي مشكل غنسخف في اللايف غيقولو هذا راه بريد ديال المحتل خرج فيه انا ما غنسخفش في اللايف واخا تنحبو اوكي اجا روسيا اليوم هضري معانا روسيا اليوم كتقولك لك هذا ماشي شوف تيفي بين قوسين هتش... هاد الموقع اللي كتشوفو قدامكم راه ماشي شوف تيفي راه ماشي 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 شي وسيلة للإعلام من وسائل ديال احمد الشرعي اللي قال كلنا محتلون المغرب وضع حجر أساس لبناء سفارة ديال المحتل لدى الرباط وقائد سلاح الجو يبدأ زيارة رسمية كاين فيديو اوكي افاد مكتب الاتصال ديال المحتل لدى المغرب بانه تم اليوم الاربعاء وضع حجر الاساس لمبنى السفاره الاسرائيليه لدى الرباط وقالت المكلفه بمكتب الاتصال ديال المحتل لدى المغرب الونا فيشر انها لحظه تاريخيه ونحن فرحون جدا بوجود كذا كذا ولكن عندنا فيديو ها هو الفيديو نشوف الفيديو مزيان نشوفوا الفيديو Nous, nous, sommes, nous sommes très émus d'être ici et inch'allah dans un an on aura notre propre maison qui n'est pas seulement une ambassade, ce sera la maison de tous les Israéliens ici au royaume du Maroc. プレゼントは هذا الموقع ديال روسيا اليوم هنا تنشوفوا موقع ديال روسيا اليوم وكنشوفوا فيديو يوثق لي الناس كتضرب البغلي وكدير دارت الطابله طابله دارت وعمرت بالبغلي والحديد ديال السفاره ديال المحتل وكيجي صحفي مقتدر سي حميد المهداوي وتجي الضيفه ديالو وتبرير جات عند مهمه اساسيه ديال تبرير حيت النظام في المغرب وعلى رأسه محمد حفيد عبله في ورطه كبيره دوله كتبني سفاره لواحد الكيان محتل كي كيدير الاباده الجماعيه عدابة ضرب سبيطار ماتو 500 في دقه واحده مع مع الضربه الطق ويومين هو تهدد فيهم نظام عنصري نظام داعشي نظام داعشي لان كما قال الدكتور سي عبد الوهاب المسيري في الموسوعه ديالو بان الا كنا حنا مسلمين عندنا السنه وعندنا الشيعه وعاد عندنا الوهابيه والسلفيه الزمطية وكذا وعندنا خالوطه جالوطه بزاف المسيحيين عندهم الكاثوليك عندهم البروتستان عندهم الارثوذكس عندهم كذا عندهم ميثوديست عندهم كذا راه حتى الديانه اليهوديه حتى هما المسلمين عندنا حتى الدواعش اللي مشاو لواحد البقعه من الارض وقال لك غنديروا عليها خلافه إسلامية أعلنوا الخليفه حتى هذا الكيان بغى ياسس دوله على اساس ديني مسألة اللي كتخليني انني نقول هادو دواعش ديال هاد الديانه هي كان المسلمين عندهم الدواعش ديالهم الا كانوا المسيحيين عندهم الدواعش ديالهم اللي هما السكت هنا في امريكا راه السكت في روسيا كانت السكت اللي تي... تيغسلوا الادمغه ديال الاتباع ديالهم اللي في الاخير تيطلبوا من الاتباع ديالهم انهم ينتحروا باش يقربوا الخروج ديال المسيح فحتى هاد الديانه اليهوديه عندهم الدواعش ديالهم هما اللي كنشوفوهم دابا في التلفزيون تيديروا اباده جماعيه ديال سيفيلينز ديال المدنيين ديال الاطفال ديال الرضع ديال العيالات ديال المدنيين ديال سبيطار 500 عدد عدد 500 اذا انت ميمكنش سفارة ديال كيان محتل تبنى في المغرب بدون ضوء اخضر والاوكي والسينياتور ديال محمد حفيد عبلة رأس الدولة رأس الفساد في المغرب اللي مكشط الثروه ومكشط كل شيء في المغرب وما عايش معانا في المغرب عايش فرنسا في القصر ديالو اللي في بيتس اذا انت ايها المغربي اللي كتخرج في شوارع مدينه الرباط وتقول يكفينا 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 من الحروب امريكا امريكا عدوة الشعوب هضر على الاعداء اللي عندك في الداخل امريكان كاين اللي غيهضر هنا العائلات عندنا عشرين اسير امريكي كاينه في غزه كاين ما يزيد على 500 مواطن امريكي الان كيتواجدوا في غزه والقنبول تنزل ومنهم اللي تيموتوا العائلات ديال هاد ال 500 اللي كيتواجدوا في غزه يعني ماشي ماشي اسرى اسير امريكي اسير واسير امريكي اللي كاينين دابا في غزه راه عندهم عائلات ديالهم اللي غادي يلتاجوا للقانون باش غيقتصوا من المسؤولين اللي كيسلحوا دابا كيان مجرم تمارس الاباده الجماعيه على مدنيين عزل راه غيحاسبوهم هنا في المحاكم كنت كنت اللي في المغرب وكتبنا عندك السفاره وانت ما قادش تقول تشير بالاصبع ديالك لمحمد حفيد عبله تشير له بالاصبع هذا هو السرطان هو هذا الاسم دياله محمد حفيد عبله يقول لك حفيد النبي حفيد حفيد النبي ما عندناش على وثائق اللي عندي عليها انا عارفها مزيان ومؤكد منها هو انه حفيد ديال عبله اباه ولد عبله هذه اللي عندي عليها الغارنتي عارفه ومأكد منها مزيان اذا غادي نمشيو عاوتاني نمشيو عاوتاني نتسارعو شويه معهد امريكا امريكا عدوة الشعوب لانه امريكا عندها مصالح ديالها استراتيجية في المنطقة مستعدة تحرك عليها ماشي حركات دابا البارجة ديال فورد وحركات البارجة ديال ايزنهاور مستعدة تحرك البوارج كاع اللي عندها في العالم تحركوا من اجل مصالح استراتيجية ديال امريكا وديال الشعب الامريكي واش راس الدوله في المغرب واش مستعد انه يحرك العسكر وكل شيء من اجل المصالح ديال المغرب وشعب المغرب واش مستعد يدير عمليات نوعية من اجل تحرير سبتة ومليلية لا اذا علاش تقول لي انا بان امريكا عدوة الشعوب امريكا تشوف المصالح ديال الشعب ديالها وفي امريكا كيتواجدوا عداد من المسلمين هنايا عدد لا باس به من المسلمين امريكان زايدين هنا بوه زاد هنا جدود زاد هنا مسلم الحكومه الامريكيه تتسعى بالقوه وبالسلاح وبالدبلوماسيه وبكل شيء باش توفر له المصالح الاستراتيجيه ديالو منطقه الشرق الاوسط ولا في غيرها استعدت محي العالم كامل ضرب النوى باش الانسان الامريكي واش الحاكم المغربي واش الوزراء المغربيين حتى هما مستعدين باش يضحيوا ويخرجوا العسكر باش يحرروا البلاد من اجل المصالح الاستراتيجيه ديال المغرب لا هذاك الجرثومه ديال الفيزازي المدعو الفيزازي قال لك سيدي آه السلطة الفلسطينية في غزة هي المسؤولة على هادشي اللي كيطرا دابا الفلسطينيين في غزة هي المسؤولة لأن لولا ديك العملية اللي دارت في 6 أكتوبر في 7 أكتوبر 2023 ما كانش غادي يتجرأ هذا الكيان المحتل ويضرب غزة ويدير لها هذه الإبادة الجماعية أمام مرأة العالم بأسره وأعود وأقول نقول لهذه الجرثومة هذا الارهابي الوسخ نتحداه يرد عليا بين قوسين هذه واحد استراتيجية كنديرها انا مش هاد هادي من 2005 أقول من يامات البالطو كنديرها الا تهجم عليك شي جرثومة من هاد الجاراتين ديال النظام عطيه قسم ولكن سير عند رب الجرثومة ربه لي ولي نعمته اشهد عبيد العبد عنده ربه رب العبد هو ذاك ولي نعمته اعطي للعبد مشرط الحناك خمسه مينوت ولكن سيب لي على رب العبد على ولي نعمته الا تصر عليك بحال هذا الجرثوم ديال الفيزازي أعطي خمسه مينوت وسير لي عند محمد حفيده دي بلا ديريكت هذا وصيه الموت والحياه في الدنيا وصيه الى إيه لا. قلل لا لا. عليك الحياه شي جرثومة من الجراثيم ديال حفيد عبله اعطيه خمسة مينوت وسير لي لعند حفيد عبله ديريكت ما ملاهي معاه غتبقى ملاهي معاه تما مزيان هما مزيان هذاك الالهاء الهي وكلا اعطيه خمسة مينوت حيد من وسير لي للعوينه ديريكت هذه وصيه الناس اللي تعاني من هذه الهجومات المتكرره دابا الناس دي تليفونات خدامة مدورين على مدورينهم على كذا كذا غادي نرجعوا لهاد الجرثومه قال لك ودي السلطه الفلسطينيه في غزه هي المسؤوله على هذا الدمار شامل حيت كان خصها ما في الحسبان ديالها هاد ردود الفعل وهنا لابد بد من نقول لهاد الجرثومه المسمى المدعو الفيزازي بانه في العرب العالميه الثانيه فاش هتلر بالجنود ديالو دخل الاتحاد السوفيتي ووصل حتى لزينغراد فاش وصل لزينغراد اللي هي في الضواحي ديال قريبه من المطار ديال شريمات وفي الضواحي ديال موسكو يعني كنهضروا على شي اقل من 20 كيلومتر دار لهم ستالين سياسه الارض المحروقه وكذا ولكن بعد دا في ذاك الوقت كانت ما يزيد على 10 ديال الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي سابقا اللي كانت اغلبيتها مسلمه داغستان طاجكستان تركمينستان وزبكستان اللي مشيت لها انا مشيت لوزباكستان مشيت لثلاثه المدن كتبدا من طاشقند تدوز سمرقند وتطلع لفوق كتبدا ببخارى سمرقند تطلع لفوق طاشقند وكانت لغروزني اللي هي تشيتنيا وكانت عدد منهم طاجيكستان وكل ش... عرفتي واحد اكثر من عشرة ديال الجمهوريات السابقه كانوا فيهم السلمين وتسلحوا بالسلاح ومشاو تدافعوا على الارض ديالهم قال الكلب المسمى المدعو في واش كتعرف شحال ديال الناس اللي ماتوا دفاعا على الارض في الاتحاد السوفيتي ماتوا سبعة تقريبا سبعة وعشرين مليون اللي ماتوا دفاعا على الأرض ديالهم لأن الحرية عندها تمان كتخلصيه تمان من الروح من الجهد من الحرية أنا بالله يرحمه كان واحد من عداد من المقاومين في المغرب اللي اعطاهم الحرية ديالهم باش نتا دابا تكون كتلبس الجلابه والقفطان ودير الكحل ودير السواك وتخشى في فمك عود الارق وتخرج تبقى تعرنط علينا كالحمار اذا نعود ونقول انه في الحرب العالميه الثانيه الاتحاد السوفيتي اعطى 27 مليون نسمه اللي ماتوا دفاعا على الارض من هاد 27 مليون نسمه غير 8 مليون و600 الف هما اللي مدنيين وما تبقى ما يزيد على 17 مليون نسمه لا غير 8 مليون و600 الف اللي كانوا عسكر والثلثين اللي هما 17, 17 مليون و600 تقريبا فايتك 17 مليون نسمه سيفيليينز مدنيين ماتوا دفاعا على الارض واش دولة عطات 27 مليون باش تدافع على ارضها وانت ايها الحماري المكلخ انت هادو داروا عملية ونسقوا على اعلى مستوى مع روسيا وداروا سفريات الهند، سفريات الصين، سفريات لكذا واش كتظن ايها الحماري بانهم ما كانوش دايرين في الحسبان ديالهم الهمجية ديال الكيان المحتل وحيت انت ارهابي انت كتعرف اي هذوك الاحزمه الناسفه وهذاك الشيء ما كتعرفش هذا اللعب الكبير ديال تحرير الارض عمرك ما سمعتي به انت كتعرف غير دير حزام شد شباب سداج باقا صغار في العمر غسل لهم الادمغه ديالهم عطيهم حزام ناسف قول له سير تفرقع في قهوه هادشي اللي كتعرف شي حاجه اخرى ما تعرفهاش وبزاف عليك باش تعرفها هذا غير بين قوسين راه السلطه الفلسطينيه في غزه كانت عارفه دايره في الحسبان ديالها ردود الفعل دايره هادشي كله حاسباه وهي تتقولك لك العمليه تكلف بها 150 جندي من السلطه الفلسطينيه في غزه وعندهم 40 الف جندي فكيفاش مية 150 داروا هاد البلبله العالم كله تبلبل 150 واحد وقالك عندهم 40 الف انت كتقول لي ما داير الشباب هم المسؤولين علاش مسؤول واذا انت اللي مسؤول على ذوك القراعي اللي جلسوك عليهم انت اللي مسؤول انت غير مسؤول انت كنت كتغسل الادمغه شدوك في الح في دوزوك في المحكمه شدوك دوزوك في المحكمه حكموا عليك كان خصك تدوز المحكوميه ديالك وتخرج بلا ما يجلسوك على القراعي ما دام جلسوك على القراعي خصك تخرج تفضحهم وجلسوكم كاملين على القراعي بدون استثناء الا قال واحد ما جلسوش على القرعه كذاب اشير لانني استقيت المعلومات زاف من عند بزاف وقال لك راه كاملين جلسوا على القرعه ولكن ما كاينش الفضح واحد اللي فضح هو العرارسي هو اللي فضح الاخرين ما بغاوش يفضحوا ساكتين كمدوها برات لهم داكشي الشي غادي ندوزو لهادي لانه هنا كيف كنشوفو هنا كيف كنشوفوا عاوتاني وحنا من المغرب اش تيقول تيقول لي اول مره يدعى رئيس كنيسيت الى برلمان بلد مسلم هذا رئيس الكنيسيت ديال الكيان المحتل هذا مجلس النواب ايها السادج اللي كتغوت في شوارع الرباط وامام المساجد في المغرب وتتقول امريكا امريكا عدوه الشعوب يكفينا 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 من الحروب واش أمريكا هي اللي جابت لك هذا رئيس الكنيسه للبرلمان المغربي او لا محمد حافيد عبله هو اللي جابه واش يقدر هذا رئيس الكنيسه ديال الكيان المحتل يدخل البرلمان المغربي بدون ضوء اخضر من عند محمد حافيد عبله ما يقدرش مستحيل يحط رجليه إذن شكون هو العدو؟ شكون اللي جاب هاد الناس ودخلهم حتى البرلمان المغربي؟ ها هو رئيس البرلمان ها المغاربة جالسين ضاحكين ناشطين كيتصوروا يعني واحد قال رئيس الكنيسيت اللي هو البرلمان ديال الكيان المحتل أمير أحنا الخميس إن هادشي هاد فوقاش هادشي مؤرخ في 9 يونيو 2023 تنهضروا على هادي ثلاثة شهور هذه ثلاث شهور قال رئيس الكنيسة أمير أحنا الخامس إن هذه المرة التي إن هذه المرة هي الأولى التي يدعى فيها مسؤول بمنصبه إلى برلمان بلد مسلم آه المسلم اللي تخرج في شوارع الرباط وتقول يكفينا 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 من الحروب أمريكا أمريكا عدوة الشعوب أمريكا عند الأمريكانيين هنا هما تيهضروا مع السلطه هنا يقولوا لها انت مجرمه يقولوا الرئيس انت باليد انت حمار انت دحش انت حيوان انت مجرم هنا امريكاني يقول الرئيس ديالو تمشي للمغرب المغرب هضر لي على ديالك هضر لي على حفيد عبله قول له علاش رئيس الكنيسة ديال كيان كيدير الاباده الجماعيه دابا ديال الفلسطينيين اجا كيجدر في البرلمان المغربي مجلس النواب فيه الناس اللي كينوبوا على الامه اوكي واشاد برياده شكون هو عاد احنا رئيس الكنيست اشاد برياده الملك محمد السادس من اجل توطيد العلاقات بين الامم واحلال السلام وتعزيز القيم المغربيه وعن مباحثته مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أوضح أنها تم حول عدة قضايا تمهيدا لتوطيد العلاقات بين المملكة المغربية والكيان المحتل على حد قوله كيجيو كيديروا مسيرة وكيجيو الصفوف الأمامية كيجيو في الصفوف الأمامية وتتبندو هاد ما ما فهمتش أنا أساءني كثيرا فشفت يعني مثلا عي مثال فالشفت بعض الناس من العدالة والتنمية واش نتوما اللي سنيتو 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 على التطبيع وخارجين في مسيرة واش ما تتحشموش ما تتمرقوش واش ما فهمتش زائد ما عرفتش انا عندي جوج ديال الملاحظات الملاحظه الاولى علاش دائما في المسيرة ديال المغرب هاد تعاليب العجوزات يكونوا في الاول علاش ما تيخليوش ولاد الشاب انا اول مره في هذه المسيره كنشوف الصديق الغالي سي احمد المرزوقي شفتو في الاول فرحت بزاف وعطى تصريح وكذا ولكن من غيره علاش علاش الاخرين تيبقاو يداحسوا التعالي بالعجوزه تيجي وتتبند وتتبند قدام الكاميرات وعاد النقطه الثانيه علاش الجسم الصحفي في المغرب تيمشي غير عدد هذه التعالي العجوزه اللي كتمضغ الهضره وتتعاود لنا نفس الهضره لعقود وتتعطيهم الميكرو تيبقاو يمضغوا نفس تيجروا نفس الهضره تيجروها لعقود علاش ما شناش الصحافه المغربيه تتسول المغاربه مس الخير للا سميت سميت هنا يا لاله شنو سميتك يا لاله سميتي السعديه اش كي جيتي ديري هنايا انا جيت كذاك شنو سميتك سيدي الجلالي جي اي جيتي دير هنا سيدي كذاك خذوا الاراء ديال المغاربه خذوا الاراء ديال الدراري الصغار ديال العيالات الكبار ديال الشيوخ ديال ديال البشر المغربي علاش كتمشيو ليا عند هاد القنادح هادو علاش كما مرهم تنشوفهم في, 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 في فيديو تجيك التقيه هادو مرضونا في حياتنا هادو صافي اش يعني بيهمونا هادو ناس ديال الشركات ماشي كنهضرش على هادو بعينهم ولكن بصفه عامه بصفه عامه هادوك اللي تيدعموا المقدمه وتيبقاو يدحسوا بالكتافات باش يكونوا هما في الصف الامامي هادوك ما تيستاهلوش زعما ما تيستاهلوش الاحترام نهائيا جيتي تضامن مع فلسطين وكتندد بالهجوم الهمجي ديال الكيان المحتل ادخل مع الناس كسائر الناس علاش هاد الطبقيه علاش ضروري خصك انت تكون من علية القوم القدام والكاميرات وتعطي التصاريح علاش لا بغاك شي واحد باش تعطي تصريح راه يلقاك وسط النمل آه اي إذن اذا غادي نستمروا في هذه الامسيه هذه مسيره تضويخيه عباره عن مسرحيه سي مصطفى مرابط آه اكيد ان مسيره كدار بهذا الشكل آه يعني شكون اللي كيدعي للمسيره مزيان ميترتي هذه النقطه سي مصطفى مرابط باش نديرو واحد النقطه حتى نحيدوها من الحساب لانها مهمه بالنسبه لي انا هذه غنزيد هذه الاولى نبدا بهذه الاولى عاد نمشي للاخرى اوكي نبداو بهذه الاولى اذا اذا هنا غادي نشوفوا غادي نشوفوا آه جامعه العدل الاحسان عندها واحد الهيئه كتسمى الهيئه المغربيه لنصره قضايا الامه هذه الهيئه المغربيه لنصره قضايا الامه يعني كدير مسيرات وانشطه وكذا غير على امه سيدنا محمد اللي خارج المغرب المغاربه ما محسوبينش على امه سيدنا محمد المغاربه تيعتبروهم زعما هذه الهيئه تعتبر المغاربه دي زيكستراتيرست اي سكان الفضاء هذه هاد الهيئه هذه نظمت عداد من مرها من المسيرات والوقفات وكذا، هذه تابعة لجماعة الإحسان، معمرها منذ نشأتها، مع عمرها عم ما دارت شي شكل نضالي من أجل المغاربة، نيفر، دائما كدير غير سوريا، فلسطين، شيشان، أفغانستان، قمر، الزهرة، كوكب زحال، ما كاينش، المغرب لا، ممنوع ما دخلش عندهم في الخارطة ديالهم ما كاينش. فاش كدير الدعايه كدير اللوغو ديالها كبير بزاف وكدير عاد شنو كتكتب هذاك الشيء يعني ولكن اللوغو ديما كديرو كبير بزاف رانا نشوفوا هاد المسيره اللي دارت نهار الحد المسيره اللي دارت نهار الحد المسيره اللي دارت نهار الحد شكون اللي دعا ليها دعي ليها هاد هاد الجبهه المغربيه لدعم فلسطين ومناهضه الطبيعة ومجموعات العمال الوطنيه من اجل فلسطين ولكن هذا نشرته جماعه الاحسان في الموقع ديالها ولكن شنو الملاحظ الملاحظ هو دارت هادو اللي منظمين دارتهم صغير ور الفوق ما تيبانوش كاع نهائيا القوات ديالهم ما تيبانلكش ما تقدرش تقرا شنو مكتوب مسيرة وطنية شعبية تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار الشعب المغربي مع طوفان الأقصى ضد التطبيع هنا شنو تيبان أو كنت مازال مبارطاجيتهاش <applause> ها هي ها هي كنت مازال مبارطاجيتهاش نسيت عفوا إذا هنا تيبان ها المنظمين هما هادو اللي الفوق المنظمين هو هادي وهادي ولكن دارهم صغير الفوق ما باينين شو بخلاف فاش كينظموا ما شي حاجه كيديروا اللوغو ديالهم كبير هنا إذن هنا علاش تنهضروا هنا تنهضروا على آه تنهضرو تنهضروا على الربح السياسي ناس ما عندها غرض لا فلسطين ولا فلسطين ولا الناس اللي تهمهم هو تسجيل النقاط تسجلوا النقاط كيف يعقل ان دارت حمله جامعة الاحسان دارت فيديوهات الناس صوروا هذوك الصحفيين اللي عندهم في قناة الشهيد صوروا انا غنزل نهار الحاد هادي تضامن فلسطين حقا كذا كذا ولكن انا فاش خرجت من عكاشة داروا جوج وقفات قدام البرلمان وقفات وطنية على المستوى الوطني تضامنا مع المعتقلين السياسيين اللي كانوا دايرين اضراب عن الطعام انا ذاك اللي هما السي سليمان الريسوني والسي عمر راضي لا يطلق سراحهم ولكن لاحظت بان الحضور كان محسوب على الاصابع اذا فين كاين الخلل عرفش انا الخلل فين كاين هادو اللي خرجوا لحقاش انا تنعتبر المسيره كما قال السي مصطفى مرابط بانها تنفيسيه المعنى ديال الكلام اللي قال هو كتنفس باش تنفس هذاك الضغط اللي كاين عند المغاربه هما كيشوفوا هاد المظاهر البشعه وسائل الاعلام فاكيد ان وقع ضغط كبير وعاطفه جياشه وكذا وتضامن فباش ينفسوا ذاك الضغط ديال البوطه كاع باش ما دارت هاد المسيره لا الاحسان بقاو ساكتين ثمان ايام وما الاخرين حتى تعطى لهم بالتيليكوموند هادوك عاد الاحسان كانت تيتسناو هادو تعطى لهم الجبهه والاخرين وكذا ما عرفتش كيفاش المهم داروا مبادره داروا مبادره الاخرين دارو دارو. ولكن علاش الصور ديال المواطن المغربي بو بو كيوت كنضلوا لي اللي محكوم دابا بخمس سنين كان مقيم بقطر جا المغرب هو ومرات وليداتو شدوه من المطار داوه بقرق بالزربه طق بخمس سنين ديال الحبس على تدوينه اللي محاها تدوينه محاها تيندد بها على التطبيع اللي طبع المغرب مع الكيان المحتل السؤال علاش تصور ما تهزوش في هاد نقولوا ما تهزوش في المسيره اوكي ماشي مشكل حيت بنادم عين بنادم عين المهم ما ندخلوش ما نسبوش عباد الله حقاش المسيره كانوا فيها بزاف داو النيات الحسنه بزاف انا تنهضر على التعالي العجوزة التعالي بالعجوزه هذه سيمانه كانت الجلسه ديال هاد اللي ضربوه بخمس سنين على تدوينه كيندد بها بالتطبيع ديال المغرب مع الكيان المحتل علاش ما حضر واحد للمحاكمه باستثناء واحد خمسه سته من ديال الناس من التنسيقيات ديال دفاع المعتقلين السياسيين في الدار البيضاء الفرع ديال الدار البيضاء هما اللي حضروا علاش ما حضرت واحد المفروض ان هذه المسيره كلها كان خصها تحضر المحاكمه الا كنت فعلا مع فلسطين الا ما كنتش منافق نازل من اجل البهرجه ودير سيلفيات وتفرنس وتبين لنا درس العقل الناس الاشلاء ديالهم شتا الناس الراس هوك والكتا هوك الدمايات كتشرشر في الزناقي الدمار الشامل احياء على بكره ابيها ابيدت وبنادم نزل كيدير السلفيات ودرس العقال وكيدير هذا نازل هذا نازل يغضب كانوا ذو النيات الحسنه ولكن كانوا الناس ديال البهراجة اللي عزيز عليهم المسيرات الفولكلوريه المسيرات اللي تكون لا طائل منها وتيكون الغرض منها هو الواحد يدير سلفيات ويتصور ويبان في القنوات الدوليه بانه أوه مسيره مليونيه أه تقرع مسيره مليونيه علاش ما كاينش الابداع؟ علاش عندنا الناس اللي دخلوا مؤخرين في هذا الفيديو كنحاول ان كواحد من البؤساء ومن اللي زندي بخيش كندير قراءه ديال البؤساء اللي ما تيسولوناش حنا ما تيجيش عندنا الصحفيين يسولونا انا كصحفي استقصائي حيد جلابه ديال صحفي استقصائي مبتدئ يلا في التحضير يلا قلت السلام عليكم ولكن يلا غنبدا نتعلم دابا ودخلت لهاد العالم اللي ما كنتش زعما ما كنتش مقدر الخطوره ديالو يعني واعر بزاف بحر لجاج في الاول يعني كانت درت واحد العام ستاج سلط الاضواء على بعد الاختلالات في جامعه عبد الاحسان درت حوارات مطوله مع البروفيسور الدكتور سي محمد ظريف درت حوارات مطوله مع مؤرخ جامعه عبد الاحسان الاستاذ محمد العربي ابو حازم وكذا فاستفدت بزاف من هذاك العام ديال الستاج استفدت بزاف ومن بعد فاش ساليت ستاج لقيت راسي بانه غادي تبدا واحد الدومين اللي صعيب بزاف كان صحفي اللي تكتبوا مقالات كان صحفي اللي كيديروا كذا كاين صحفيين اللي انا صحفي استقصائي صحفي استقصائي رسميا رسميا صحفي استقصائي ودابا مدير نشر ديال موقع ديال تازمامرت دوت كوم تازمامرت كوم اللي ما عمره ما دخل ليها يدخل ليها يلاه دابا البدايه مع جات هاد دي الاحداث ديال فلسطين وكذا توخروا بزاف الامور كيخصوا الموقع ديال تازما مرت دوت كوم توخروا الى حتى يدير شي تاي سيدي ربي شي الخير مع هادشي اذا قلنا وخصوصا ان دابا تنشوفوا بان الكيل المحتل كيهدد بانه غادي يدخل البر امريكا صيفطات 2000 جندي حتى هما غادي يعاونوا دابا تخيرت الله تفكرت هاد اللي فرحانين وكانوا داروا صفقات ديال السلاح تطبيع على اعلى مستوى في الامور الامنيه والعسكريه وكذا وكانوا معولوا فرحانين بالاعتراف ديال هاد الكيان المحتل بمغربيه الصحراء واش عباد الله كيان تفرح له اللي جزء جزء صغير من الفلسطينيين تيسكنوا في 20 كيلومتر على 20 كيلومتر يعني كتهضر على 400 كيلومتر مربع هاد 20 كيلومتر على 20 كيلومتر بان دابا كاين جوج كاين الكيان المحتل وكاين هذا 20 كيلومتر على 20 كيلومتر اللي هي 400 كيلومتر مربع كاين جوج كيانات هذا كيان هذا صاحب الارض ولكن جراو عليهم من الاراضي ديالهم جراو دكسوهم في ديك 400 كيلومتر مربع دكسوهم جوج مليون ونص في 400 كيلومتر مربع عندنا هاد جوج كيانات دابا كيطاحنوا كيفاش هاد الكيان اللي كيعيش في 400 كيلومتر مربع ما طلبش المعونه كاع اطلاقا وكيفاش هاد الكيان اللي فرحوا المغاربه والنظام المغربي وحفيد عبلا غيطير بالفرحه تحت طير الماء لا سروالو بال على سروالو بالفرحه لان هاد الكيان المحتل اعترف له بمغربية الصحراء هو من بعد هذا الكيان اللي اعترف بمغربية الصحراء دابا طلب المعونة من امريكا وبريطانيا والعليمان والسبليون وما زال عطي عطي ده كيان ضعيف كيان ضعيف هاد. مش يعي ضعيف شي حاجة تحت ضعيف لان فلسطين عندنا فيها هذا جزء صغير وور من فلسطين مشيتي تيستقوى هذا الكيل المحتل تيستقوى بالدول العظمى في العالم باش تعاونوا على هاد 400 كيلومتر مر بعد كي ضعيف جدا كيان ضعيف جدا 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 كيفاش انا غادي نفرح ليه هذا اعترف ليا بمغربية الصحراء كيفاش غنفرح انا ما فهمتش انا ما فهمتش بغيت شي واحد يفهمني انا هادي ما بغاتش تدخل ليا لدماغي انا يعني. دابا غادي ندوز لواحد واحد الحاجه اخرى اللي هي كنت منه بعدا من الصحفي كنت منه من الصحفي حميد المهداوي انه يصحح المعلومات ديالو اللي قالتها له هذيك الضيفه ديالو بخصوص السفاره ديال الكيان المحتل في المغرب في الرباط في حي السويسي، إصحح المعلومات ديالو، لانها جات وجات كتغبق على المغاربه، وجات كتضلل كتدير التضليل الاعلامي، لان هي اصلا سكرتيره خاصه ديال هذاك المدير ديال مكتب الاتصالات ديال كيل المحتل، فجات كتكمل خدمتها ديال التضليل الاعلامي، وكتخلط وتجلط، وتقول لك ما كاين لا سفاره لا والو، هذاك يعني زر النساء وكذا وخربق زربق. هذا كتسمى تغنفيج على المغاربه والاستحمار ديال المغاربه دوزنا يعني مواقع محترمه جدا على راسها روسيا اليوم اللي بينت بالصوت بالصوره حجر الاساس ديال السفاره ديال الكيان المحتل في الرباط والتصريحات اللي كتكلم على سفاره ما كتكلمش على شي حاجه اخرى من غير سفاره هنا غادي نشوفوا نتبعوا مع الناس اللي كانوا تيقولوا يكفينا 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 من الحروب امريكا امريكا عدوة الشعوب ونسولوهم واش امريكان هي اللي عيطات على هاد السيد هذا بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي رئيس الكنيسة ديال الكيل المحتل يصل الى المغرب 7 يوليوز 2023 ها هو وسط المغاربه واش شكون اللي شكون واش ميريكان هي اللي هي اللي له ولا محمد حفيد عبله هذا غادي نفوتوه غادي ندوزو لواحد المساله اخرى هي حتى هي هادو كاع وسائل الاعلام اللي مزيان ان توثق بانهم بأن راه لي لي اللي اللي خصو يتقال عليه بانه عدو الشعوب هو اللي تنسق على اعلى مستوى مع كيان محتل تيجيبو لبلادو ها آه هي الكيان المحتل تعلن عن زياره تاريخيه لرئيس مجلس المستشارين المغربي الى الكنيست الاسبوع الحالي وهادشي فوقاش 4 شوتنبير 2023 آه هي القدس سي ان بالعربيه قالت الحكومه ديال الكيان المحتل نهار اثنين ان رئيس مجلس المستشارين المغربي ميارا سيقوم بزياره تاريخيه للبرلمان ديال الكيان المحتل اللي هو هذا الاسبوع وأضافت ان هذا ميارا هذا سيكون اول مسؤول مغربي على الاطلاق يدخل الكنيسيت حيث سيتم استقباله بسجاده حمراء وحرس شرف احتفالي. هذا واش غادي يمشي دابا طيب حنا على من تنهضروا على رئيس مجلس المستشارين المغربي واش هذا غادي يمشي بدون الاذن ديال حفيد عبله واش هذا مهبول مسطي غيمشي بدون الضوء الاخضر ديال حفيد عبله، فاش تنزل الرباط ولا يصيفطوك مالين الحي، تمشي وقفه مسجديه، ما تبقاش تقول يكفينا 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 من الحروب امريكا امريكا عدو الشعوب، خلي الميريكان يقولوها. اوكي؟ انت هضر لي على حفيد عبله، شنو مكبتها في المغرب مع كيان تيقتل البراش في المغرب في غزه، تيقتل العيالات، تيقتل الدراري الصغار، تيقتل المدنيين، تيذبحهم وتيدير التهجير القسري، وتمارس جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي هذاك هو اللي خصك تهضر معاه متهضرش مع غادي نشوفوا هنا عاوتاني هادشي كامل غير على هادشي كامل على امريكا عدوه الشعوب اللي صدعونا بها صدعونا بها في المظاهرات امريكا عدوه الشعوب اوكي امريكا عدوه الشعوب اجي سيدي وزيرة وزير خارجية ديال المحتل المحتل كي كيزور المغرب لأول مرة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين هادشي تنهضرو في 11 غشت 2021 وصل وزير الخارجية ديال الكيان المحتل يائر لابيد لاربعة إلى المغرب في أول زيارة لمسؤول من هذا الكيان كبير منذ تطبيع العلاقات بين البلدين ويقود هذا لابيد وفدا وزاريا لافتتاح البعثة الدبلوماسية ديال هذا الكيان في الرباط حيث سيزور معبد بيت ايل التاريخي في الدار البيضاء وسيجري محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة واش هذا الشيء بدون علم حفيد عبلة واش بدون علم رئيس الدولة واش رئيس الدولة يعني ما كاينش في البلاد نبقاو نغطيو عليه ونبقاو نقولوا اه نهيب بالموقف التاريخي لصاحب الجلاله قال بانه نحن مع حل الدولتين نحن مع خلي الخطابات الانسان حنا 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 بعدا لي زاندي بيخيش حنا البؤساء ما تنشوفوش على الخطابات ايه الناس العاطفيين والسداج وتيتاثروا بالخطابات والبلاغات ولكن حنا البؤساء والسداج واللي حنا البؤساء اللي زين دي بيخيش تنشوفوا الافعال على ارض الواقع شنو كاين على ارض الواقع كاين تطبيع مع كيان يدبح في الاطفال اوكي هادي غنحيدوها انا دابا هاد السهره لكم عي باش ما شي واحد يخرج يبقى اوكي ارى النسيدي هادي هي نشوف يكفينا 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 من الحروب امريكا امريكا عدوة الشعوب قال لك تيقولوها في الرباط وتيقولوها قدام المساجد اوكي اجي واللي شرجوك على أمريكان ونسوك في الحاكم المغربي هذا شكون هو هذا هادي قناة ديال الحرة تتقول لك مصادر تقول أول زيارة رسمية لقائد أركان ديال الكيان المحتل إلى المغرب ها آه هو من المقرر أن تدوم زيارة كوخا في ثلاثة أيام وفقا للمصادر هادشي فوقاش بعدا هادشي 19 يوليو 2022 ذكرت مصادر عسكرية لفرانس بريس أن قائد الجيش لحقاش هادي وقضاه الحرة واخدة من فرانس بريس، ها فرانس بريس 19 يوليو 2022. ذكرت مصادر عسكرية لفرانس بريس أن قائد الجيش ديال المحتل أفي كوخافي وصل إلى المغرب نهار اثنين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين في إطار التعاون المتزايد بين البلدين. يهضر مع العسكر المغربي في اطار التعاون المتزايد بين البلدين وهي اول زياره رسميه لرئيس اركان الجيش ديال المحتل المغربي ومن المقرر ان يلتقي الجنرال كوخافي خلال زيارته التي تستغرق ثلاثه ايام بالوزير المغربي المنتدب المكلف بالدفاع عبد اللطيف لودي والفريق بالخير الفاروق والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية والمسؤولين عسكريين وأمنيين بحسب متحدث ديال الكيان وتسارعت وتيرة التقارب بين المغرب وبين هذا الكيان منذ التطبيع الدبلوماسي الذي تم في دجنبير 2020 في إطار اتفاقات أبراهام بين الكيان وعدة دول عربية بدعم من واشنطن واشنطن ما دارت لهمش الفردي أوكي هما مخيرين الحاكم المغربي مخير يقول لا ولا يقول اه انا دابا بغيت عندي واحد مزيان ندوز واحد الفيديو بالزربه اوكي لا تيغني ندوزو بالزربه واحد واحد الفيديو هو. Very carefully because this prediction was made on the 22nd of September. We'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. I believe هذا جوج سيمانات قبل العمليه ديال 7 اكتوبر 2023 بنيامين نتنياهو غادي يجي البقر ديال الامم المتحده هنا وغادي يجبد لهم واحد الخريطه غادي يقول لهم ها الكيان ديالنا كي دي كان في الاول وكنا دايرين غير ب ديروا عي السميه ديالو ديروا 22 شو تندير في الامم المتحده السميه ديالو بنيامين نتنياهو 22 شو تندير 2023 غيخرج لكم الفيديو كامل غتمشيو دقيقه 10 دقيقه 10 تيبدا تيجبد هذه الخريطه تيقول لك في 1948 ها الكيان ديالنا ها الكيان ديالنا كان هنا وحنا كنا دايرين بالدول معاديه تهضر على مصر والسعوديه والاردن وسوريا وكذا دول معاديه وتيجي دابا وقال لك وراهم قلب الخريطه وراهم وراهم الخضوريه قال لهم حنا دابا ولينا محاطين بدول صديقه اللي طبعات معنا مصر السعوديه الصومال السودان كذا والبحرين هادو طبعوا معنا هادو ولاو اصدقاء ديال الكيان ديالنا ولكن ما بينيناش الجزء الاخر في الخريطه ديال شمال افريقيا لحقاش كون بين لينا ديال شمال افريقيا غادي يبان فيه بان تونس عندها قانون صدرات قانون يجرم يجرم التطبيع قانون يجرم التطبيع التطبيع جريمه يجرم التطبيع سالينا واش ميريكان ضربتهم بالنواوي وجاوبني ايها البليد اللي كتمشي الرباط تبقى تقول امريكا امريكا عدوه الشعوب واش ميريكان ضربت بالنواوي تونس هيت صدرت قانون يجرم التطبيع جاوبني اه او لا لا كان ضربتهم بالنووي يقولها لي انا ما فراسيش الحاكم المغربي ووزراؤه وموظفيه كلهم مخيرين والشوار الاول والاخير الحفيد عبله هو اللي كيعطي الضوء الاخضر للتطبيع عطى الضوء الاخضر سالينا دابا يمشيو يتجمعوا المغاربه كم دابا مزلت مسيره مليونيه كذا لا للتطبيع تجريم التطبيع كذا خربيقه زربيقه باقي التطبيع على اعلى مستوى مستوى العسكري الامني الـ الـ الاقتصادي الفني مما ضربتي مم القرايطه طوش دبو باقي باقي التطبيع باقي كل شيء باقي شنو ما بدعتيش شي حاجه الشركات الشركات اللي عندنا في المغرب ديال الدين وديال السياسه هاد الشركات هادو ما بداتش شي حاجه اللي تضغط بها على حفيد عبله من اجل الحد من هاد السدام باش يتسد هاد الروبيني ديال التطبيع ما دارت حتى حاجه ما بدعتش باقا تتهبط شرويطه راسمه فيها نجمه سداسيه زرقاء شرويطه بيضاء وكتدوزها القلب الرباط وكتهزها وكترش عليها ليسانس وتسعل على فيها وقيدة باقي هاد العمل الهمجي باقي تيدار انا تنعتبرو عمل بدائي بدائي علاش لان تصور هاز شرويطه بيضاء كبيره وراسم فيها سداسيه زرقاء اللي هي العالم ديال الكيان المحتل وكتهزها في قلب الرباط كترش على ليسانس وكتشعل فيها البريكه تصور ايها الباليد هذيك الشرويطه اللي شاعل فيها العافيه طير على وجه شي واحد وتحرقه يعني تصور معايا كيفاش غادي يستغل هذا الخطا البسيط جدا كيفاش غادي الكيان المحتل غادي يستغلوا دينيا على اعلى مستوى غادي تبان في كل القنوات التلفزيونيه ديال العالم غادي تبان بان اللعنه ديال ديالهم نزلت عليك وانت رأي خطا هزيت هذيك والريح بقطرت طارت تلبزت على شيء الثوب ديال حياتي فاش كتضرب فيه ليسانس والعافيه راه بحل بحال تيولي يعني ستيكين تيولي تيلصق لا طار على وجه شي واحد راه غيلصق فيه وتبقى العافيه كتشوطلو في وجهه وعاد اللي ما شدتلوش في يقدر يموت هذيك الساعه غادي يربحوا عليك النقاط بزاف لانه ما كاينش الابداع عباد الله ولا الابداع ما كاينش ما كاينش الابداع شي حاجه خمسين عام يقدروا باقا غدار خمسين عام اخرى تيجيب زلات تلصق فيه شرويطه ديال الحياه بيضاء وتلصم رسم فيه سداسيه زرقاء جيب ليسانس جيب البريكا شعال كذا انا تيبان هذا تخلف عباد الله الابداع 2023 أنتي تيستعملوا ادوات ديال 2023 وباقا المسيره هي اللي كاينه حوايج اخرى من غير بغيتي المسيره اوكي السلم المرزوقي أحمد المرزوقي الصديق الغالي في المسيرة ديال الرباط قال بأنه مسيرة خاصها دار في كازا خاصها دار مسيرة في الدار البيضاء خاصها دار قال خاصها دار سمعاتو نبيلة منيب سمعوا الصحفيين بقاو تيطلقوا واحد تيقول هالآخر الاخر تدارت بوم بأن المعتقل السياسي السابق الأستاذ السي أحمد المرزوقي يدعو إلى مسيرة في الدار البيضاء ولكن خص حتى يقولها السي المرزوقي عاد دار مسيره علاش تنتسناو هاد الشركات ديال المتدينين وديال السياسيين كنتسناوهم هما يعطيونا الضوء الخضر حنا كمغاربه باش نهبطو عندنا الاركار الار... الالتراس ديال الرجاء وديال الوداد في كازا وكازا مدينه 6 ملايين ونصف وماشي بالضروره بنادم غادي يمشي لذاك زعما سونتر فيل وكذا مع غادي تهضر في البرلمان يداروا في الاحياء الشعبيه كما مولفين تيداروا سباته وشارع الشجار وكذا اه يهبط ليا البشر مي ممنوع شي مؤدلاج يجي للمسيره بغى يجي للمسيره حط جلابتك ديال الادلاجه اللي هي ويجي مع المغاربه تكمش معاهم هاد الالتراس كتشوف عيف في التيران يعني كيفاش هذاك الشيء راقي على هاد الشركات ديال الدين والشركات ديال السياسه اللي كينزلوا للشارع وكيكونوا في المقدمه وكيديروا ال... كيداحسوا على الميكرووات ديال ديال الصحفيين باش يعطيو تصريحات. الالتراس منظمين عليهم بسنوات ضوئيه منظمين عليهم بزاف يعني زعما هذه دعوه الالتراس اللي كاينه بكازا ديال الراجة ولا ديال الوداد وتكون بشكل يومي سته العشيه سته العشيه ولا سبعه العشيه سبعه العشيه ولا كذا وخرجوا الشوارع يضغط هذاك الضغط اليومي على الانظمه اللي كتطبع هو اللي كيعطي نتيجه ماشي هو التنفيذ تمشي تنفس وترجع تضرب ليال بركوك شو ترقد ما ما نفستي والو باقي كلشي هو هذاك اوكي غادي نزيدو عاوتاني نسهروا هاد الطهرات لكم غادي نطلعو هنا غادي نشوفو هذا الموقع ديال فرانس فانت كات هذا الموقع ديال فرونس 24 كات تيقول لنا هذا الشيء مؤرخ في 23 نونبر 2021 تيقول لنا هاد بيني جانس يصل الى المغرب في اول زياره لوزير الدفاع ديال الكيان المحتل الى المملكه في زياره وزير الدفاع وزير الدفاع ما يمكنش وزير الدفاع ديال كيان محتل يجي المغرب بدون ضوء اخضر ديال حفيد عبلاق ديال راس الدوله وزير الدفاع عباد الله وزير الدفاع هادو وزير الدفاع دابا هو اللي شفناه حنايا في, في, التلفزيون قال على الفلسطينيين بانهم حيوانات بشريه اذا في زياره تهدف الى تقويه التعاون الامني عيد تقويه ما التعاون الامني كاين تقوية التعاون الأمني بين البلدين بعد عام على تطبيع علاقتهما حنا راه تنهضرو على 23 11 21 هو قال لك بعد عام يصل وزير الدفاع ديال المحتل نهار ثلاث إلى المغرب في زيارة هي الأولى من نوعها تتزامن مع توتر بين الرباط والجزائر حول نزاع ديال الصحراء المغربية وبعد ثلاث أشهر على إعلان البلدين الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من مكتبي اتصال إلى سفارتين أثناء زيارة وزير خارجية ديال الكيان المحتل يائير لبيد إلى المملكة هذه الصحفي سي حميد الميداوي اللي جاب خيتي اللي كانت سكرتيرة خاصة ديال القائم بالأعمال في قسم الاتصال ديال الكيان المحتل وجات كتكذب على المغاربه وتدير لهم التضليل الاعلامي من اجل حفظ ماء الوجه ديال حفيد عبله اسيدي حنا راه ما غيديروش السفاره ما يديرش السفاره دابا هادو كلهم تيكذبوا كل شيء الشيء تيكذب وزير الدفاع جا و... والسفاره داروا لها الحجر الاساس وكل شيء تهبطوا لي في الرباط تقولوا يكفينا 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 من الحروب امريكا امريكا عدوة الشعوب اوكي اوكي غادي نشوفوا واحد الخبر جا في موقع ديال سي بالعربيه للناس اللي تقولوا تنزلوا الرباط تقولوا يكفينا 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 من الحروب امريكا امريكا عدوه الشعوب تفرجوا أتفرجوا كتهبطوا أتفرجوا بحال القطيع الناس كيستعملوكم هانتس الملك محمد السادس يدعو ناطنياهو لزيارة ناطنياهو هو دابا هاد بنيامين اللي قال لك غادي غادي نمحي غادي نمحي غزة من الوجود نقتلهم كاملين أنا مستعد نقتلهم كاملين الملك محمد السادس يدعو ناطنياهو لزيارة المغرب فرصة لتعزيز آفاق السلام نهار الأربعاء 19 يوليو 2023 أعلن مكتب رئيس الوزراء ديال الكيان المحتل بنيامين نتنياهو نهار الأربعة في بيان أن العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه دعوة إلى ناطنياهو لإجراء زيارة رسمية للمغرب آي 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 أصحاب يكفينا 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 من الحروب نزيد عاوتاني صحابي يكفينا يكفينا من الحروب نزيدو انا عجبتني هذه الصوره هذه واحببت ان اتقاسمها مع متابعي الاعزاء هذه الصوره معبره بزاف الناس اللي تقولوا يكفينا 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 من الحروب امريكا امريكا عدوه الشعوب هاكا امريكا عدوه الشعوب هكا ها راس البوطا هاك هاك راس البوطا هاك شنو كتشوف هنا كتشوف المسيرة بدات من باب الحد الفوق لتحت كتمشي حتى العمارة ديال عبد الله خو حسن ولد عبلة كتكفس علي ديك اليسر كتمشي حتى لباب الحد تما من تما كتبدا المسيرة من هنا تقريبا هاد الصور هنا كتبدا كتجي كطلع طلع طلع كتجي لهنا ها لاكار الكبير رابافيل ها الخصة شنو هنا كاين المتاريس هادو المتاريس وهنا كتشوف خراطيم المياه وكتشوف هنايا العسكر هو التدخل السريع وكتشوف هنايا السطافيطات وكتشوف علاش هذه صورة جد معبرة لأنها كتبين لك الغرض من المسيرة الغرض من المسيرة شنو الغرض من المسيرة هو التنفيس لأن إلا كان خواو الرباط للمسيرة خصهم يخوتوا هاد الشارع علاش علاش وصلتي هنا وخصو ولكفت على يدك فاش كتكفت على يدك منه وكتمشي من هنا كتطلع من هنا مع الشارع اللي كيكونوا فيه الطاكسيات الصغار الا طلعتي معاه عاوتاني كتلقى اليسار ديالك مسدود بالعسكر كلشي مسدود بالعسكر الجهه ديال القصر مسدوده بالعسكر لا ما من غادي ندوي انا هنايا هادو اللي هابطين مع من كدوي مع البرلمانيين البرلمان راجع عندهم رئيس الكنيسيت ديال كي المحتل دخل البرلمان. وبرير عندهم البرلمان وكلوا الحلوه وشكلاط وبرار ديالاتي ومرحبوا به وبداو تعشاو عندهم ضرب المحمري والمجماري والقتبان ديال الفؤاد فرحانين بما تدوي الدوي الا كانت شي هضره خصها تكون مع حفيد عبله حفيد عبله هو سد له, له الطريق اذا الغرض من المسيره هو التنفيس خرج نفس ورجع في حالاتك دابا اللي لاحظت بعدا في المتدينين اللي قال لهم خصكم تهبطوا الامين العام ديال الاحسان بالصوت وبالصوره خرج في فيديو محمد العبادي ما هبطش هبطت مرته هو ما هبطش ولاد الاستاذ عبد السلام ياسين ما هبطوش ما هبطت لا بنته لا بنات لا ناديه لا اسيا لا تا وحده في بناته ما هبطت وتا واحد في ولاده ما هبط لا محمد ياسين ولا كامل تا واحد ما هبط علاش عارف انها باش مسقيه عارفن ربما بان الغرض هو تبرى الطرح وتنفس عارفين لأن الغرض من المسيره هو نفس وصافي لان المسيره اصلا ما تكون في الرباط مسيره اصلا وفصلا ما خصهاش مسيره ما تكون في الرباط الرباط عاصمه اداريه عامرة آه بكل ب... شيء عاجبو الحال في الرباط بغيتي دير مسيره اللي فيها ولاد الشعب اللي عطاو الشهداء و... ودفنوا في مقابر جماعيه يدفنهم ولد عبله حسن ولد عبله دفن ولاد الدار البيضاء وبنات الدار البيضاء في مقابر جامعيه هادوك هما اللي خصها دار عندهم مسيرات اما الرباط منذ عقود هو تهلل وتغيب في عيد الطباله والغياطه اللي بغى مسيره ديال بصح اعطي راسك القبله ما تعطيش راسك القبله اعطي راسك البحر سير الدار البيضاء سير الدار البيضاء وراه حالك احياء الشعبيه وعندهم الالتراس ديال الوداد والالتراس ديال 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 الرجاء تجمعوا بجوج خلاص ايوا تما والضغط يكون شعبي ويكون يوم علاش لان الالتراس كيبدعوا اما الشركات الدينيه والشركات السياسيه ما كيبدعوش مساكن صافي حبسو التعالي بالعجوزه حبسو تيوصلوا لواحد النيفو ما بق تبوشاو التعالي بالعجوزه ديال الشركات الدينيه والشركات السياسيه ما عندهمش روح الابداع بق، صافي سالات لهم الابداع، هاد الدليل ها هو، علاش سد اللي هي هادي علاش؟ يجيو هنا ويتجمهروا لهم ويقولوا احنا بغينا نمشيو ندويو مع سيدنا، هذا ملك ديال المغرب، وقرون هادي وكانوا تيبشي الناس تيظهروا قدام القصور ديال الملوك، قرون وتظهروا قدام القصور ديال القياصره، ديال القياصره، قلت في فيديو سابق بان الثوره البولش في الاولى ديال 1917 راه مشاو ظهروا قدام القصر ديال القيصر في سان بيترسبورغ علاش هذا تمنعني علاش علاش المتاريس وهذا اذا علاش تسمح لي نظهر ليه وما تسمح ليش نجي نهضر مع سيدنا خليوني نمشي نهضر مع سيدنا باش نضغط على سيدنا نضغط عليها سيدنا اش تشي اش كتخور اش كتخور اش كتخور اذا الناس اللي تيقولوا كفينا 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 من الحروب أمريكا أمريكا عدوة الشعوب حجد الناس مساكن مبنجين ها مع من كيطبع ها ها هو محمد حافي عبلة مع من تيطبع تطبع مع هذا لي، تطبع مع هذا اه اللي هادشي تبلوكا زعما جيتو لي انا بغيت تبلوكا ليه هنا ولا شنو اوكي ها هو وزير الحقوق وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية كتقول يجب تقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة فين هو محمد حفيد عبلة هاد رئيس الدولة المغربية مالو ما نطقش زيزن هادي راه بلونية وصبنية راه كدعم الحرب ضد غزه ومع ذلك وزيرة حقوق الإنسان خرجت تتهضر، فين هو الحقوقيين؟ فين هو آه وزير حقوق الإنسان في العهد اللي تختطفت أنا من المطار؟ هذاك المحامي ديال العدالة والتنمية، نسيت على سميتو، الله يفكرنا في الشهادة، محسوب على الجسم الحقوقي، فين هو؟ ما الله؟ نسيت على سميتو كان عاشي واحد كرني في الكلب الليلة تشديت السبت لحد صبحت يغرق ليا الرويد وهو وزير حقوق الانسان ما عليناش هذا هو اللي قال له محمد السادس حفيد عبله قال له مرحبا بك في المغرب اجي عندنا للمغرب قال له اجي عندنا للمغرب وزارة حقوق الاجتماعيه الاسبانيه تقول يجب تقديم هذا خائن اللي عرض عليه محمد السادس المغرب يجب تقديمه للمحكمه الجنائيه الدوليه بتهمة ارتكاب جريمه حرب في غزه ومحمد حفيد عبلة عيط عليه المغرب هذا هو اللي خصو يتقال ماشي تقول لي يا امريكا امريكا عدوة الشعوب امريكا عندها الناس ديالها اللي غادي يقولوا امريكا عدوة الشعوب ولا ماشي عدوة الشعوب ليش عدوة الشعوب خلي الميريكانيين يقولوا هذاك الشيء تبعيد عليك هذاك الشيء ارى ان نمشيو عند اه مساله اخيره بغيت نشير لها قبل ما ننسى، مسألة أخيرة نشير لها قبل ما ننسى، هي هذه هذه هذا أحد الكتب القيمة ديال المرحوم سي عبد الوهاب المسيري تتكلم فيه على الجماعات الوظيفية اليهودية، ف كما قلنا قبيلة عاد كان صار على الموسوعة وعاد عنده عدة إصدارات أخرين من غير الموسوعة ديال اليهود واليهودية والصهيونية اللي من ثمانية مجلدات اللي صار عليها 26 سنة فكين هذا الإصدار هذا أو تاني ديال الدكتور سي عبد الوهاب المسيري الله يرحمه ويسعى عليه اللي كيتكلم فيه على الجماعات الوظيفية اليهودية آه اللي تي تيقول به يعني ما معناه أن يعني هذا الكيان المحتل في فلسطين هو كيان وظيفي تؤدي وظيفة الناس اللي كريوه لأن كل اللي كانوا 16 مليون ديال يهودي في أوروبا المسيحيين كارهين تكرهوا اليهود تكرهوهم الألمان داروا لهم إبادة جماعية داروا لهم الهولوكوست أوكي هما اللي داروا لهم الهولوكوست الألمان هما اللي داروا الهولوكوست ل... سميتو اليهود في المانيا واليهود كانوا مضطهدين في اوروبا ماشي عندنا كانوا مضطهدين في اوروبا باش يتهناو منهم داروا لهم التهجير القسري اوروبا دارت التهجير القسري لليهود للمغرب لل... للفلسطين ووعد وعد فور بريطانيا هداو ارض اللي ماشي ديال بريطانيا هداوها لهاد اليهود اللي داروا التهجير القسري من من اوروبا ولقموا طبعا لقموا باليهود ديال ديال الاتحاد السوفيتي سابقا واللي كتقول التقارير بان اكثر من 700 الف يهودي مشاو من الاتحاد السوفيتي جلهم ما كانوش يهود اصلا وفصلا ما كانوش يهود غير جاتهم مناسبه مخيره لا تعوض فرصه لا تعوض انهم يهربوا من داك المجتمع المنغلق زائد جزء لا باس به كان خدام مع الاستخبارات الروسيه الكاجي اللي غدا من بعد البيرستروكي غادي تولي الفي اس بي في درانا عاد حسن الثاني ولد عبلة باع كم هائل من, من اليهود المغاربة باعهم الكيل المحتل كان تيشد فيهم مية دولار للراس تجار في البشر الاتجار في البشر مارسه حسن ولد عبلة الاب ديال هاد محمد السادس حفيد عبلة مارس التجار في البشر وكان تبيع الانسان المغربي اليهودي كان تبيعهم الحسن الثاني للكيان المحتل ب 100 دولار للواحد غادي نبارطاجي أه معكم واحد واحد أه مهمه بزاف مهمه بزاف ماشي شويه لانها باش تبقى للتاريخ لان عندنا صحفي مغربي في الحبس دابا يضرب 15 عام ديال الحبس اللي هو الصحفي المقتدر سيتو في بو عشرين التهمه اللي توجهت له هي الاتجار في البشر واللي كان تيتاجر بالبشر حقيقه هو الحسن الثاني اللي باع كم هائل من اليهود المغاربه باعهم للكيان المحتل اوكي كماشي هنا فرصه اخرى نرجع لهذا الموضوع ديال ديال ممارسة الحسن التالي حفيد عبلة للمسألة ديال التجار في البشر كيفاش كان كيبيع اليهود بمية دولار للراس كيبيعهم الكيان المحتل كنظن شحال دابا ساعتين وستة دقايق إذا كنظن وقيلا نكتفي بهذا القدر كانت هذه الجلسة هذه غير في إطار أننا نوضح وجهة نظر ديال أحد البؤساء اللي بخيش اللي ما الراي ديالنا تيحاولوا غير يرسموا الخريطه الادراكيه ديالنا عبر خرجات اعلاميه بحال خرجاتها هذه السكرتيره ديال القائم بالاعمال ديال الكيان المحتل في المغرب اللي خرجات عند الصحفي حميد المهداوي وكتقول كلام لي باش تغطي لينا الشمس بالغربال كتقول لنا في اطار واحد الحمله ديال التضليل الاعلامي بان راه ما لا سفاره ولا يحزنون ولا حجر اساس ولا حاجه بانك هذيك تعيد دعايه كاذبه من عند القائم بالاعمال اللي هو وزير النساء وكذا والحقيقه هي اللي شفنا في هذا الفيديو كون ان وسائل الإعلام دوليه متقه بالصوت وبالصوره فيديو كيفاش البغلي تضرب في البنايه اللي غاد تكون سفاره والناس كتقول اللي تما الناس اللي كينتميو للكيان المحتل تيقولوا بان هذه السفاره أدياننا هي اللي تكون في حي السويسي في شارع ديال بن بركه في الرباط نكتفي بهذا القدر على امل اللقاء بكم قريبا دمتم في حفظ الله حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم دوزوا بخير